كان يا مكان مش من زمان، صبية مغربية اسمها نوال تركت بلدها أهلها وأصحابها وإجت تفتش عن نصيبها، والقصة اتحولت لواقع تحت الشتاء وبعين الشمس. نطر يحيى نوال ليتبادلوا النظرات. قصة يحيى ونوال قصة نميت خلال شهرين ونص، وهالكنباية بالذات شهدت تطور علاقتهم. حبوا، لعبوا وضحكوا، بس بالأول اختلفوا. أنا خلص أنا عارفان إنه أنت يا بدك. ابتدت القصة بين زلغوطة وزلغوطة، ولبست نوال خاتم، ولكن الفرحة ما اكتملت. أنا ما عارفة، يعني أنا عملت ستيب بس أنت ما شكلك ما عندك عارفة تعمل ستيب أو ما بدك تعمل ستيب لقدام. إحنا عملنا اللي علينا والباقي اسمه نصيب. شكلك ما في باقي حاجة. شكل البنت ما بدها، مش هيك معي يعني خلاص. يعني ما في أمل. خد. ورجع الخاتم من مطرح ما إجا. فكرنا خسرنا بعض، بدك شيء؟ سلام. مرسي باي. ولكن يحيى ما استسلم وصالحوا هو امه نوال. انا هلا اوكي اجتمعت فيك عن طريق البرنامج، اوكي حابب ارتبط فيك عن طريق البرنامج او برات طريق البرنامج. انا قلت لك ياها هلا وبكره ومني السنه، فرضا ما صار شيء مثل ما انت، يعني ما راح يتغير علي شيء ولا زعلها. اوكي عمي والله ما قصد زعل، اذا زعلت بتعرف شو بعمل فيك. ورجع الخاتم على الايد الصحيحه، وعبر يحيى عن يلي بقلبه. انت صبيه حلوه وطيوبه واموره، ما بخاف من شيء بس بخاف عليك. لازم تعرف انه بتمسك فيك لاخر لحظه، يعني لحتى اموت. جنني مهضومه. كبر الحب بسرعه بقلب يحيى، وعلى الهدى ترعرع بأحضان نوال. لا اي حدا بيقول لك انا لما بحب بعمل بساوي، لا انا لما بحب بكون مجنون. كلمتين ومن الاخير انا بحبك يا عمي. انا دايف فيها شو استحي، انا دايف فيها يحيى. انا واثقه اني بدي اياك بحبك ولا لا؟ لا اكيد بنقدم الخير ما بن يعني بن. انت شو رايك لهلا يحيى؟ بس ما بدي احكي، ما بدي احكي. كلك وجنان دخيل قلبك، دخيل قلبك. هون انت بنت مهضومه، اي شاب بالدنيا بتمنى يرتبط فيكي كثير وتهميني انت. وحكيوا عن موضوع الزواج. الله خلص أعطاني آخر فرصة هلا، يا بكمل فيها صح يا بخسرها. بس هلا بيهمني أنه تكمل علاقة مصر بغض النظر عن أي شيء. بعتقد أنه عندي وعي كافي أنه عارف الحياة الزوجية بدها متطلبات. بكرة هيك من الجواز نطلع شهر عسل، كون هيك تقص نص دافي ونص بارد، ضمنك وغطيكي. طولت نوال لتعبر عن مشاعرها، بس النطرة كانت حرزانة. يلا روح نام يا حبيبي. برحمة أمواتك هدي عم جديد يا حبيبي. لك روحي الله لا يحرمني من الصوت ولا من الكلمة. وانتقلوا لفصل جديد بقصة حبهم. لو مهما صار بحبك بدي اياكي. قبلك كان قلبي مثلج بس هلا دفي بسيان ونار. يا رب العالمين وماما وبابا، انه انت احلى شيء بعمري، عصفورتي وحلم حياتي. انت الهوى تبعي، انت الروح تبعي اللي معين شبني. انت ما اخذت مكان احد، انت عبيت المكان الفاضي اللي عندي. حبيني اكيد. لك بحبك دخيل اللي خلقت، دخيل اللي خلقت. حميد رب العالمين ماما، كل ساعه وكل دقيقه انه بعت لك هيك صبي. الناس هي اللي عم تقتل قيس، ما قيس موجود ورامي موجود. وهلا صار في يحيى الحب، والشوق للزواج بدل على حقيقة حب. شوفك فستان يعني؟ إن شاء الله. بتشوفي حالك بعد 10 أيام متزوجة؟ فيها إيموشن غريب، يعني اختلاط خوف مع فرحة مع بس أو فون دو مو، يعني في قرارة نفسي إيه الحمد لله عندي استعداد. ما شايف لك. وإذا ربحت الأميرة أو ما ربحت راح يخلصها الأمير ويدخلوا سوا القفص الذهبي. يحيى إذا منك قير القصة بخبرك، بيجي الأمير ببوسة بتوعة ما تخاف. خلاص بوسة. طبعاً مدام ريمان جيم قالت يحيى الحب من زمان ورجعنا سمعناها مرتين بالريبورتاج،
يحيى بدي اتمنى لك الحظ السعيد وجه تحيه كثير كبيره لاهلنا بسوريا يا رب. شكرا. وطبعا سؤالي لك، تعرفت على نوال بظروف برنامجنا ريل تي في تلفزيون الواقع وعشتوا مع بعضكم يوم بيوم وساعه بساعه، حاسس انه انت تعرفت عليها كفايه ولا بعد حابب تتعرف عليها اكثر؟ اول شيء مساء الخير ويسعد مساكم كلكم. اللي بعت له الله هيك هديه صدقيني مستحيل يتخلى عنا لو مهما صار. عرفت نوال بكل حالاتها، لما كانت بلوك تعبت 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 بس مستعد موت لاسمع كلمه بحبك مثل تسمعنيها كل نهار. ان شاء الله تعيش وتحيا يا يحيى وتسمع كلمه بحبك يا رب. مدام هتاف، اول شيء بدنا نوجه لك تحيه كثير كبيره. شكرا. وشفنا دموعك وشفنا حبك وكنت مشتركه رائعه معنا وام من الامهات المثاليه فعلا. شكرا. بشو بيشبهوا يحيى ونوال مع بعض من بعض، يعني شو اخذين من بعض قواسم مشتركه؟ قد ايه بيشبهوا يحيى ونوال بعضهم؟ بيشبهوا بعضهم كثير. يعني شو مثلا اللي بشخصية يحيى موجود بشخصية نوال؟ الطيبة، البساطة، عصبية. نوال طيبة وحبوبة وقلبها كبير، ويحيى كمان طيب وقلبه كبير. ان شاء الله تفرحي فيهم ست هتاف. نوال قال لك مستعد بعد الشر بعد الشر بعد الشر يموت ويسمع منك كلمة شو؟ بحبك. كلمة بحبك. ما حدا قال لك حطيها بجملة مفيدة. طب هلا كلمة بحبك هلا بدي اقول له، بدي اقولها له بشوية لغات، يعني كان بغيك بزاف، تكيرو موتشو، اي لاف يو، جتام، بديك. باللبناني يا تحية للبنان. أكيد بدي. علمنا كل العالم يحب لغتنا يعني. أكيد. نوال الأيدي الأمير بيحيى وشو ناطرة منه؟ أكيد حبيت يحيى وحبيت شخصيته، وإن شاء الله مع الوقت يعني بالقدام في المستقبل رح نسخن حبنا شوي بشوي بالاحترام والتفاهم إن شاء الله. مفاجأة، والد يحيى عماد الدين عجي، أهلا وسهلا تفضل. وديانا أخته ليحيى، شفنا ديوع دموع مدام هتاف وأكيد اشتقت له كثير لزوجها ولبنتها، وطبعا ديالا أخته، وعم نشوف نوال هالصبية اللي ممكن تنضم لها العائلة الكريمة، عم تعرف على حماها المستقبلي ممكن وبنت حماها. أهلا وسهلا نورتنا أستاذ عماد الدين عجي. أيوة. وديالا تفضلي وقفي مع بابا. تابعت يحيى ومدام هتاف، أول شيء مدام هتاف بكيت كثير ومشتقت لك كثير كثير كثير، الله يساعدك بكرة. شو رح يصير؟ حتلي طلقني. يلا بقى. حتلي طلقني. لا أكيد. كيف طلقني؟ دموع دموع. وليك شو حليانة بالبروجرام. معيتكم والله. نحفاني وحلياني. نحفاني وحلياني إيه والله. يعني شو بتقلنا هيك شيء هيك مثل هيك بالشامي هيك حلو تغزل فيها، كيف بتعمل باب الحارة وهيك؟ باب الحارة؟ إيه شو بيقولوا بحبك وهيك شيء؟ تمشيني يا بنت عمي. شو رأيك بهالصبية المغربية السمرة صاحبة العيون الحلوة؟ ألماسي. ألماسي. ألماسي الحقيقة. بأخلاقها وجمالها وكل فيها. ألماسي. يعني نحن عملنا اللي علينا والباقي اسمه نصيب عليكم. فضلتوا. أكيد علينا أكيد إيه. إن شاء الله الله يتمم اللي فيه الخير. ديالا. أخته قديش قلتي له ليحيى؟ كثير كثير. لما كنت عم تتفرج عليه وتشوفيه قد عم بحب، ما تقولي يا الله يا ريت يبعث لي حدا مثله؟ إن شاء الله يا رب يكون مثله ومثل بابا كمان. بدي أقول
الله يطول لي بعمر بابا وماما ويعطيهم الصحة ويعطيهم السعادة وراحة البال، لأنه تعبوا كتير كرمالنا. وبدي أقول ليحيى ونوال أن أنتم مثلتوا أهلكم وبلادكم خير تمثيل، وزاد الشي لربيع ولوسيمة ومريم وأكيد أكيد رابع. كلياتهم وجه لهم تحية كتير كبيرة. وهذا الشبل من هذا الأسد، تفضلوا أهلا وسهلا فيكم، انضموا لعائلات المشتركين التانيين وإن شاء الله نفرح فيكم كلياتكم. سترندا المر صاحبة